والله العظيم بدون مبالغة السناب عندي كله بتنورنا. أهل قطر الله يحفظكم، يحفظ قاداتكم، يحفظ بلدكم الطيب والراقي. شكرا على حفاوتكم. بإذن الله أننا متوجهين على قطر، بنساند المنتخب فال التوفيق، زائد بنخلصنا كذا شغلة وراجعين بإذن الله. فاستمتعوا معنا بالسنابات الممتعة، وإن شاء الله تكون ممتعة عليكم يا رب. ده اليأس كافر والخوف ساتر، بينك وبين حياتك والعالم سنين وخبت جوانا حكاية خايفين. الصوتي توقعاتك ها ها دعواتك دعوة ان نفوز يا رب يا رب يا رب ما صارت يعني. طبعا معي تركي بن خالد المعروف لا يعرف. حبيبي توقعاتك حبيبي حبيبي باذن الله باذن الله تعادل، لاني انا احب عمان واحب السعوديه. الله ايش ما عاد يزعل الله لا. صحيح وان شاء الله كلهم يتاهلون دوري 16 يا حبيبي. ما علينا من المباراة. ها شو اللي محلي الملعب؟ والله انت المكسب يا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك طال بعمرك يا حبيب. شوفوا شوفوا الزين تركي تعال وقف هنا وقف ان شاء الله. الدنيا مولعة مولعة مولعة. الله ينصركم يا رب الله ينصركم. روح تكفى لا لا إيه ما يمشي. الركنية لا تروح تكفون. استمتع يلا فريق قادر يعني يوصل عنده مباريات قدام. هو بعد رئيس الاتحاد بس ان شاء الله يعوض يعني ان شاء الله. اي والله نعم الف مبروك منتخب السعودي. الله يبارك فيك. لا لا ما نشاط الاول منتخب السعودي ما شاء الله بارك على اخواننا السعوديين. الله يبارك فيك شكرا لك. ان شاء الله المباريات الجايه نتاهلوا مع بعض ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مع ربي يوفق. والله لو يمدي ناخذ الكاس واحد اخذنا. يلا هذا كوب المنتخب السعودي يستاهل. والله المنتخب السعودي يستاهل لكن نحن المفروض ان المدرب هذا يستقيل خلاص بسنا. وحتى رئيس الاتحاد لانهم ما مال كوره. والله هذا دائما الاخطاء نفس الطريقه نفس الشيء. وهو يعني بالعقل المدرب هذا المفروض بس اول مباراه ان شاء الله تعوضنا قدام هذا في الكاس الخليج وكاس دائما نفس الاخطاء. الشوط كامل يلعب المدافع. انا صراحه بامانه ننتظر انه يستقيل اول شيء لرئيس الاتحاد من ثم يستقيل هذا ويروح لان في مطلوب في ايران. فافضل انه يروح ايران. موفقين ان شاء الله يا مرحبا. الف 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 المبروك للمنتخب وعقبال الكاس باذن الله. وهارد لك للمنتخب الراقي المؤدب جدا والشعب اللذيذ الطيب الشعب العماني. هارد لك
معوضين يا وحوش. والمبروك المنتخب، والله انه يعني وجهي وجه فالفوز. تخيلوا يوم جيت الشوط الثاني جبنا 2، ترى الشوط الاول كان ميت. انا جيت الشوط الثاني لان زحمه وما زحمه، جيت الشوط الثاني هدفين على طول. رساله الى المنتخب السعودي، يا مرحبتين، اللهم لك الحمد، وصلت الفندق، شوفوا وش يستقبلني. شوف كمية الورد، الله يسعدكم يا رب. أنس أسفرت وانورت، تخيلوا بدون اسم بدون شيء. شكرا اللي أرسلتها، والله يعزك ويغنيك ويكثر خيرك، سواء إذا كنت ولد أو بنت. وشوفوا بعد عندكم في حد دق الباب، أنا واف دير مستر أنس ويلكم تو ذا قطر آسيا كاب. شكرا شكرا، هذه بعد أعطوني إياها هناك. دقيقة بفتح هذا وشي. الله تمر محشي، وهذا بفتحها بوريكم وشي. أتواضع ليه وأنا مختلف للغاية، وأتكبر ليه وأنا ما بلغت أهدافي.